نسوان، طقس مستقر عم بيسيطر حاليا على اغلبيه مناطق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط على انه يرجع يتقلب ابتداء من ليل بكره الخميس. تفاصيل اكثر عن طقس لبنان بالايام اللي جايه بنشوفهم بعد جوله سريعه على بعض العواصم العربيه. رح بلش من الرباط مع 21 درجه، 19 بتونس، 28 درجه بالقاهره، بغداد 27، 23 بدمشق، 26 درجه بالقدس. بنتقل على الكويت مع 28 درجه، 29 بالدوحه، وبختم مع الرياض مع 30 درجه. برجع على طقس لبنان لبكره الخميس، طقسنا غائم مع ارتفاع بدرجات الحراره لا تتخطى معدل الموسم مع ضباب على المرتفعات واحتمال لتساقط امطار متفرقه بالمناطق الداخليه. على الساحل لبكره الحراره عم تتراوح بين 12 و27 درجه، بالجبل بتوصل اقصاها لل21، اما بالداخل لل25 درجه. تفاصيل اكثر بنروح على الخريطه اللبنانيه ورح بلش من المناطق الشماليه. عكار 25 درجه، 27 بطرابلس، 24 درجة بالكورة، 15 بالأرز. الهرمل 25، القاع أيضا 25 درجة، 17 بالبعلبك، 16 درجة برياق. بنتقل على جبيل مع 24 درجة، 17 بميروبة، 26 بجونية وبعبدة، بيروت كمان 26 درجة مع ارتفاع بدرجات الحرارة، إذا رح تتخطى معدل الموسمي. زحلة 25، 24 بشتورة وعنجر، 26 درجة بمشغرة مع طقس غائم. جزين 26، 23 برشايا، 25 درجة بمرج عيون، 26 ببنت جبال، بيت الدين 22، والمناطق الجنوبية صيدا صور وقانا مع 27 درجة. إذا كيف رح يكفي طقس ثلاث أيام اللي جايين؟ لبكرة طقس غائم، ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة لتتراوح بين 16 و26 درجة، بالنهار الجمعة بتوصل أقصاها لل21، وانخفاض لنهار السبت لتتراوح بين 14 و18 درجة مع احتمال لأمطار متفرقة. الحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين 6 و15 درجة. لهون بتخلص النشرة الجوية، وأنا بشوفكم بغير نهار وبغير طقس، بس أكيد بنفس الوقت.